أصبحت الكاميرون أول دولة في العالم تمنح الأطفال بشكل روتيني لقاحا جديدا ضد الملاريا، ووصفت هذه العملية بأنها علامة فارقة في الجهود المستمرة منذ عقود للحد من المرض الذي ينتشر عن طريق البعوض في القارة السمراء. إذا كان الأمر من أجل صحة الطفل فلا أرى سببا للرفض. وتأمل الكاميرون في تطعيم حوالي 250 ألف طفل هذا العام والعام المقبل، ويعتبر أول تحدي بالنسبة للكاميرون هو إقناع عدد أكبر من المواطنين بضرورة تطعيم أطفالهم. من الطبيعي أن يخاف الناس من اللقاح لأننا نعلم أن هذه اللقاحات يمكن أن تسبب أمراضاً أخرى. وتحصلت الكاميرون على أكثر من 3 ملايين حصة من اللقاح المضاد للملاريا في السنة الماضية، وهي لقاحات توصف بأنها أكثر فعالية للتقليل من حالات الموت التي تقدر حالياً ب 17%. تعاني 19 ولاية شمال نيجيريا تدهور الأراضي والتصحر، مما أثر سلباً على المزارعين وأسرهم، لكن بفضل المرونة الزراعية في مواجهة المناخ يتم استعادة أكثر من 2 مليوني هكتار. الحكومة الفيدرالية وبتمويل من البنك الدولي أشرفت على توقيع اتفاقية بين فرع من الوزارة الاتحادية للبيئة وشركة مشروع كهرباء الريف للمزارعين والري بالطاقة الشمسية، شراكة استراتيجية ستسمح للمزارعين بالعودة مجدداً إلى الأراضي التي تتمتع بإمكانية إحراز الطاقة المستدامة من خلال توفير نظام الري الزراعي بالطاقة الشمسية والنظام السابق للري. نصب لتحقيق أهدافنا بأسرع ما يمكن، فهو مشروع فعال يجني ثماره 3,400,000 مستفيد، رقم هام من بين 10 ملايين مستفيد من هذا المشروع على المستوى العالمي. هذا المشروع يعد الأفضل في إطار النتائج العالمية من حيث طريقة تنفيذ المشاريع، فهو يضمن أكثر من القدرة الاجتماعية على الإنجاز. شراكة استراتيجية هامة لخلق وسيلة بناءة للتأثير الإيجابي على أهداف التنمية المستدامة بنيجيريا. المتأمل لمثل هذه المساحات الشاسعة للغابات يعتبرها مناظر طبيعية خلابة ورئة يتنفس بها العالم. إذ تغطي الغابات ما يقارب ثلث مساحة الأرض، لكن رئة العالم تفقد أكثر من 3 مليون هكتار في إفريقيا كل عام. وللحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، أطلقت البلدان الإفريقية مبادرة لاستعادة 100 مليون هكتار من الغابات بحلول عام 2030 بإشراك السكان المحليين عبر تأمين حقوقهم في الأراضي الزراعية والتعاون معهم، غير أن المواطن في الكاميرون يتردد في دعم هذه المشاريع بسبب نقص تأمين حقوقهم في الأراضي. إذا نجحنا في تأمين حقوق السكان في الأراضي فسيكون هناك إقبال فوري على مشاريع استعادة المناظر الطبيعية للغابات. لقد أجرينا بحثا ويمكننا القول أن المواطن يتردد في زراعة الأشجار بمنطقة لا يتمتع فيها بالضرورة بجميع الحقوق اللازمة. الوضع في مدغشقر يختلف، حيث يميل السكان إلى زراعة الأشجار المثمرة لما لها من أبعاد إيكولوجية بيئية وفوائد اقتصادية مضرة للثروة. لقد بدأنا في فهم تصورات الناس فيما يخص الأشجار التي يزرعونها. في مدغشقر الناس يميلون إلى زراعة أشجار الفاكهة أو تلك التي تعطيهم فوائد مباشرة. وتبقى حماية الغابات مسؤولية العامل البشري للمحافظة على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية من خلال الإدارة المستدامة للثروة الغابية.
غابات باباو في ويدا بابينين تستضيف معرضاً في الطبيعة يضم أعمال مجموعة من الفنانين من نحاتين ورسامين. المميز في هذا المعرض عرض منحوتات جميلة للغاية صنعت من خيوط النسيج ورسم لوحات فنية راقية مباشرة من الطبيعة. أصر على الجميع أن يأتي الغابة لمشاهدة هذه الرسومات والمنحوتات الجميلة، بوسعي أن أجعل هذه الغابة حية. وسط فضاء طبيعي غابي قمنا بعرض طبيعي رائع للابتعاد عن ضوضاء المدينة والتلوث البيئي. يتخطى الفنانون أماكن العرض القياسية ويضم إبداعاتهم الفنية في البيئة الأصلية المتمثلة في الغابة، وهذا الزخم الإبداعي هو تكريم للطبيعة السخية التي يستلهم الفنانون من خلالها مصدر إبداعهم. نحن ندمر العالم بسبب دخان المصانع، يجب علينا أن نفعل كل شيء لنكون قادرين على حماية وسلامة الجميع. في الواقع أقام هؤلاء الفنانون ورشاتهم وأعمالهم على وسائط مختلفة في هذه المساحة الخضراء وسط تغريدات الطيور التي يتردد صداها في غابة باباو. يستشعر زائر المعرض الطبيعي إلى أي مدى تعبق لوحات الفنانين ورسوماتهم برائحة الماضي البعيد المفعم بدفء الأجواء الإفريقية الأصيلة، ويشكل المعرض الطبيعي فرصة لتلاقي الوجهات الفنية.